إذا من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرجاء لا يكون إلا من الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. لكن أرجو إنسانا في أمر يستطيعه لا بأس لا بأس. وإذاك نحن كثيرا ما نكتب برجاء افعل كذا، أرجوك افعل كذا، نرجو أناس أن يفعلوا كذا، لا بأس به فيما يقدرون عليه. أما فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يسأل إلا الله جل في علاه.